صار صعب جدا انه يتربى طفل من دون ما يكون في تفكير بالامور الماديه والعلاقات الماديه، لانه هذا صار الطابع الغالب على هذا الزمن للاسف. فبالتالي بيكون مهمه الاهل يمكن اصعب بكثير، كيف انا ممكن ازرع واغرس قيم ومحبه بابسط الطرق ونحن عم نعاني من كل الظروف. طبعا سلمى، ويمكن ضمن حلقاتنا الاستثنائيه بالعيد بنركز على هي التفاصيل والقيم والمبادئ يمكن اللي نحن عشنا وربينا عليها. في عادات وطقوس كثير جميله، في قيم اليوم يمكن عم تتلاشى او عم تخف بسبب تطور العصر والتكنولوجيا. العصر اختلف، الجيل اختلف، مع ذلك هي التفاصيل كثير مهمه اليوم بحياتنا، كثير مهم اليوم نورثها لاولادنا. نحن بنعرف انه بالعيد دائما في لمه حلوه، في عادات وتقاليد جميله، في صله الرحم، قديش كنا سابقا نتواصل مع بعض أكثر، قديش في علاقات اجتماعية مع العيلة، زيارة المريض، استفقاد أي حدا صار له زمان ما عم نعرف عنه خبر أو نسمع عنه شيء. كنا نستغل كل هاي التفاصيل بالعيد لنحكي قديش مهم نحافظ على هاي الطقوس والعادات والقيم الجميلة بمجتمعاتنا العربية. رح نحكي عن هيدا الموضوع أكثر مع ريم سعد، اختصاصية في التربية الخاصة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد أوقاتكم، كل عام والجميع بخير إن شاء الله. عاد عليك بخير، يا رب أستاذة ريم، خلينا نبلش مع حضرتك. يعني اليوم صرنا بنعرف كلياتنا انه البيئه المحيطه بتربيه الطفل صارت مختلفه كثير عن زمان. في عنا السوشيال ميديا، في عنا علاقات تغلبها الصبغه الماديه بالحياه اكثر، فبالتالي كيف فينا ضمن هي المعادله اللي شوي صعبه انه نحن نقدر نغرس القيم والمبادئ بتربيه الاطفال؟ هلا ايام العيد ما لا شك فيه ايام حلوه صحيح. وسعيدة، شو ما كانت الظروف بضل في بهجة وبضل في روحانية للأعياد بشكل عام. يعني إذا بدنا نحكي على الطقوس المتبعة وتقاليدنا وثقافتنا، نحن كعيلة ما فينا بس وقت يجي العيد إنه هلأ بدنا نعمل صلة الرحم، هلأ بدنا نعمل طقوس العيد، هلأ هذا شيء بتحضر له مثله مثل أي شيء تاني. صحيح. بالأخص إنه مثل ما عم نقول إنه نحن غالب علينا الأمور المادية والسوشيال ميديا وهي التفاصيل. فأنا من الأساس صلة الرحم موجودة بالعائلة. صحيح. مع الأطفال بشكل دائم. فممكن كتير مثلا أنه إحنا عنا زيارات عائلية للأهل كل خميس أو كل جمعة أو بنص الأسبوع، منروح لعندهم، منعمل ود، منعود الأولاد أنه يعدوا يفتحوا سيرة. ممكن نحكي مع الاهل مع الطفل انه نحن هلا بس روح لعند تيتا رح نعمل هيك، رح اسالها هيك، حسيتها تعبانه اسالها كيف صحتها، شوف اذا بدها شيء او لازمه شيء مشان انت تقدر تساعدها فيه. نفس الشيء مثلا بنلاحظ ببعض الزيارات انه بنروح فالولد حتى يلتهي او ما يعذب او ما يضوج فبنعطيه الموبايل انه عود وتسلى وبنكون منزلين له العاب. لا حلو نعود الولد كمان حتى نحن وقاعدين بأسرتنا الصغيرة أنه هذا وقت العائلة، ما في أجهزة طبعا بيتقيد فيه أنا كأم وأب كمان. يعني أنا ما بقدر أقول لأبني لا والجهاز قدامي أنا عم شيك أو عم اشتغل عليك، بده يكون في عنا وقت أنه قاعدين نحن، هذا وقت العائلة، كل واحد شو صار معه وشو هي التفاصيل، نترك كل الموبايلات كل الأجهزة. هذا الطبيعي، هذا الطبيعي. إذا أنا بدي أعمل عيلة بدي أعمل هيك، ما فيني اقول لا يلا 10 دقائق او ربع ساعه، هي كثير مسمع عند الاهالي هي لا ما بتزبط. يعني يا بدنا نفوت بطريق نمشي للاخر يا اما نحن اي تفاصيل ما بتزبط، لانه هي يعني الاجهزه هي ادمان. فوقت بنوصل للعيد حنلاقي حالنا مرتاحين، الاهل الاطفال بيعرفوا انه احنا عندنا 1 2 3، وتكون زياراتنا محببه، تعال نجيب غراض، تعال نجيب خضره فواكه ابسط الاشياء. صح. كل واحد على حسب قدرته الماديه. حفظهم شيء، يلا هاليوم عيد مثلا قول لتيتا هي الغنيه، او من قبل بوقت نحضر شيء قوله لتيتا وجده. او مثلا عمي بتحب هي الشغله تعال ناخذ له، او الخاله. بغض النظر يعني نحسس الطفل انه انت مسؤول بهي الزيارات، لك دور، وممكن حتى ممكن يخلي له انه انت محور بالجلسه، ما انه مهمش، بس شيء طبيعي الولد رح يحس انه لا هو حضوره مميز، بحب انه هيك يكون مع العيله وبهذا الشغل. صحيح.
بس خلينا نحكي كيف فينا نبلش مع الطفل بأي سن أو بأي عمر، ولما نقول بالعيد هي بيكون صلة الرحم أكبر أو التواصل أكثر، لأنه حتى الوضع المادي صار بيلعب دور، يعني الناس كان في عنده علاقات اجتماعية قوية صارت تخفف الطلعات والزيارات لأنه مكلفة ماديا بالوضع الاقتصادي، بتستغل المناسبات نوعا ما منها الأعياد بالتواصل أو صلة الرحم مع الأقارب. بس أنا بأي عمر فيني بلش مع الطفل؟ يعني هو بالأخير الطفل مراية أهله، يعني أي تصرف بيقوم فيه، كيف مثلا بتلاقيه بيتعامل مع كيف يشوف أهله بيتعاملوا مع أهلهم بتلاقيه هو بيقلد بشكل عام. بس بأي عمر أنا ممكن بلش عزز هي القيم؟ لأنه لما أمه قيم ومعاني هي مفردات ومعاني كتير ثقيلة على الطفل، كيف فيني بسطها وبأي عمر فيني بلش معه؟ هلا وقت نحكي إنه هاي قيمة معناتها هي مستمرة، لأنه القيم ما بتنعطى بفترات وفترات. صحيح. فأنا إذا عندي قيم أو عندي شيء إن كان دينيا ولا اجتماعيا ولا هو إنه أنا عندي تفاصيل لازم أعملها مع العائلة، فأنا ولو مرة بالشهر بدي أعمل هاي الصلة. صحيح. إن كان مع أقارب الأم أو الأب أو بيت يعني الجد أو الجدة. فأنا على العادة مثل ما قلتي مرايتون، وقت أنا بكون ودودة مع عائلتي فطفلي عم يراقبني، فهو ودود مع العائلة تبعي، ودود معي بالدرجة الأولى وبعدين مع عائلتي الثانية. أنا معلمه على الاحترام، عم علمه على ثقافة العائلة، على ثقافة أنه نحن نود بعض. فبيطلع طفل اجتماعي، بيطلع طفل ودود، بيطلع طفل عنده مفردات اجتماعية بجوز الأجهزة هاي ما بتعطيها كلها ياتها. فأنا بالعمر العمر الطفل ببلش يكون الصور البصرية من عمر سنة. فهي الصور وهي المودة وهي التفاصيل هي يخزنها، هو مراقب. وبالوقت اللي بيكون فيه ما بنقول لسه ما بلش يفهم أو يتطور، لا هو عم يخزن، وشوي شوي هاي الأشياء اللي عم تتخزن بالدماغ رح يخرجها بعمر 3 سنين، رح كلها تخرج على الساحة، وحنشوف السلوكيات تبعه. نحن السلوك بنقطفه ب3 سنين، فحنشوف السلوكيات اللي هي إنه كيف متعامل مع العيلة، مع تيتا، مع جده، مع الأقارب، خلينا حتى مع الجيران. يعني ما نقدرانين نطلع نعمل شيء بعيد، عنا جيران كبار بالعمر، عنا ست مثلا عندها اولادها مسافرين، في كثير تفاصيل بالفتره الاخيره نحن عنا اياها، كلياتنا بحاجه لندعم بعض، يمكننا بنقرب بعض او جيران او معارف. فحلو الولد يتعلم هاي التفاصيل، هي تفاصيل انسانيه ومثل ما هي قيم قيم لهلا وبعدين. اكيد. طب استاذه ريم خلينا نحكي شوي، اليوم كمان في اسلوب بيتبعه كثير الاهل اللي هو اسلوب الترغيب لحتى الطفل يعمل تصرف معين، او اسلوب العقاب، فبالتالي بيدمجوا هدول خليني اقول النمطين بالتربيه بكل شيء بحياته للطفل، انه انت من اول اذا نجحت معناته رح اعطيك مكافاه، اذا عملت رح اجيب لك كذا، اذا غضبت رح اخذ منك هذا الشيء، فصار العقاب والثواب هو الاساس بالتربيه، وهذا كثير يمكن غلط ولازم يكون بحدود وبطريقه معينه. خلينا نحكي عن هذا الشيء. تماما. هلا ما فينا ننكر انه المكافآت الماديه او الهدايا هي شيء، لكن بوقت وبطريقه معينه مبهج، وباي عمر بتكون بكبار او بالصغار الاعمار. صحيح. بس نحن يمكن عم نستخدمها بشيء اشراطي، بشيء بطريقه غلط. اشراطي انه عمل لك تساوي عمل، يعني بنقول للاهل انه حتوصلوا لمرحله ما عاد في شيء يتقدم اكثر، خلص سقف الموضوع. عشان هيك نحن بفتره من الفترات وحيصير طلباتهم اكبر، يعني كل ما كبر كل ما صار طلباته اكثر، يعني انا ما عاد اقدر لبي هي الطلبات. مشان هيك نحن من الاساس انه هي واجباتك، نحن العيله، انا واجباتي كأم 1 2 3، انت واجباتك بهي المرحله هيك، بابا واجباته هيك، اخوك واجباته او اختك هيك. وقت نوزع الادوار بيربى الولد انه لا بدي ادرس لانه لازم ادرس، لانه هذا شيء ممتع، بالدراسه بنصير بنقرا بنكتب كل مرحله بمرحلتها، يعني ولا بس باخر السنه مكافاه ولا بنص السنه مكافاه، بربطها مع المكافآت اللفظيه المعنويه، يعني تحفيزيه، هي كثير بتعطي تقدير ذات عالي. وانا متى ما لعبت على تقدير الذات الطفل ما بقى تفرق معه اي عطايا ماديه، لانه بيكتفي بشخصه او بحضوره او بانجازه، هو يصير هو بينبسط بانجازه. اما اللي بياخذ مكافاه الانجاز بحس بالمكافأة ما بحس بالإنجاز. هي نقطة كثير مهمة لما نحكي نحن عن المكافأة المعنوية، يعني كثير مهم فعليا، لأنه بتأثر على شخصية الطفل وطريقة تفكيره، وبالكبر بتأثر عليه بشكل كثير كبير. أحيانا بنشوف يمكن تعبير الأهل بيكون بطريقة غلط، يعني نحن أحيانا بنعزز القصص السلبية أكثر عند الطفل من خلال ردة الفعل، إذا بنرجع نحن على الدعم المعنوي. يعني بتلاقي الطفل بيتصرف بطريقة صحيحة وإيجابية، بتلاقي ردة الفعل عند الأهل بسيطة،
اما بتلاقي مثلا اذا تصرف تصرف سيء بتلاقي رده الفعل عارف. جدا قويه وبتلاقي رده الفعل وكيف فهون كيف لازم الشخص يعمل موازنه لانه فعليا بتاثر يعني حتى بصير الطفل بده يعمل شيء ايجابي ما كثير بصير ميال له لانه ما في هي رده الفعل اللي هو كان بحب يشوفها تمام في شيء بالتربيه انه وقت انا بدي يعني كلياتنا بنقول او غالبيتنا حتى ما نعمم انه مثلا لو اهالينا كانوا شوي الطاف كانوا قاسين علينا بالتربيه بهي التفاصيل بس احنا بنكرر نفس تفاصيل التربيه اللي كانوا اهلنا فيها بده يربي وبده يجيب ولد للامانه يعني بده يكون عنده صبر وحكمه بالتعامل مع الاطفال بده يربي بالغضب ما بيمشي الحال صح. ما في حدا بيجي من 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 برا متعبان ومضغوط من الاهل صحيح اجمالا الكل مهما كانت نوع الوظيفه بس وقت بيوصل لعند الولد دغري يفكر انه إن هو مو ذنبه هو انا قرار واعي مني اجى على هاي الحياه من حقه يعيش بكرامه صحيح من حقه انه انا ما صب غضبي هذا كله على موقف بسيط استاذ ريم كثير بنسمع هي الجمله تبع انه انا شو دخلني مين قالكم تجيبونا على الحياه اذا ما بدكم تربونا تماما كثير بنسمع من بعض الاشخاص هي الجمله يعني الطفل او الشخص حتى الواعي ليوصل لمرحله يقول هيك جمله معناته هو قديش عانى وحس بشعور الانفصال عن العائله وهذا اخطر يمكن تمام مرفوض انا وقت بدي اتعاقب او بدي انهر على كل تصرف بعمله او بشد ما بيستاهل موقف هذا الشيء اللي صار بدي احس حالي هذا الشيء الطبيعي ان كان كبير او صغير انه انا معناته مرفوض انا مكاني مو هون فبلش انه بس يوعى ويقدر طبعا كثره العقاب في شغله ايه في شغله بتعملها انه بصير طبيعي يعني شو سقفه خناقه شو سقفه قتله خالص ما بعرف فبصير كثير بستسهل بتعود بتبلش يطلعوا مع المفردات الفجه انه الا كنتوا تجيبونا على الدنيا اذا ما لكم قدرانين تربونا اذا مو قدرانين جيب لي القصه الفلانيه وقت بنربي بمحبه او بنربي بانه ما دخل هو بهذا الشيء اللي عم بصير كثير بتفرق معنا الامور صحيح هلا احيانا بقولوا انه لا اللي مثلا مو اللي عم يربي مثلا او نحن كناس بنشتغل مع الاطفال انه لا الحكي سهل لا نحن بنعيش معهم بنعيش معهم فترات طويله ونحن بنساعد الاهل بالتربيه بس تربيتنا بتكون فرقه على الاهل نحن مضغوطين بالاشغال كثره الاطفال بتضغط بس دائما بنحاول نتعامل معهم بهذا النوع من اللطافه بهذا النوع من التفكير يعني انا بدل ما اقول للطفل او اعاقبه بشيء انه مثلا على بيرسموا انه وش عم يضحك اذا كان لطيف وش زعلان اذا كان هو عامل شيء ما له حلو لا ضارب رفيقه ببساطه انا برسم له وش عم يضحك او وش لطيف انه لانه هي الايد كل ما طلعت فيها رح تتذكر انه هي لتسلم لتعطيه ضيفه شيء لكذا حتى تتذكر انه هي مو للضرب ابدا انا بعكس التصرف الحلو للشيء اللي صار مو حلو احسن ما كل نهار الولد قاعد وشي على هي مذكره انه هو عامل شيء والصف كله صار بالسيره مثلا او الاطفال كلها صارت بالسيره نفس الشيء الاهل بس يلتفتوا لهي التفاصيل اللي كثير بسيطه تفرق معهم الحكايه يعني الولد بصير بيفهم بالحديث بيراعي ومو غلط احيانا انه تطلع منه مثلا اهل ما لهم معصومين طبعا في لحظات غضب في لحظات كثير تفاصيل واساسا مطلوب يشوف يعني مطلوب الطفل يشوف اهله بكل الحالات بس احنا عم نحكي عن الحالات المبالغ فيها على المجمل انه انا بدي ربيه يعني ما بيستاهل طفلنا يعيش عيشه غير سويه او يعيش بكفي مثلا لانه الظروف مو بس علينا وعلى اطفالنا صح. بكل تفاصيله فخلي هالمساحه اللي هي داخل البيت تكون مريحه للولد اكيد كمان صرنا نشوف هلا تاثيرات صارت تبلش تكون واضحه عند الاطفال اللي ولدوا وربيوا بهي العشر سنين يعني الطفل اللي عمره هلا 10 سنين صرنا نشوف في بعض التصرفات اللا شعوريه عند الاطفال اللي تاثروا فيها من جو الحرب بالعموم واللي هي عملت مسؤوليه عند الاهل يمكن اكبر هلا يعني اليوم انا كيف ممكن اتعامل مع هي الصوره او الذاكره اللي هي بذهن الطفل او الاطفال اللي كانوا منتقلين من مكان لمكان بسبب طبعا الارهاب اللي كان موجود باماكنهم او ما الى ذلك هذا كمان اضاف عبء جديد ومسؤوليه جديده بالتربيه غير الشيء الطبيعي اللي نحن عم نحكي فيه تماما هلا بالاطفال اللي خلق اللي هلا صاروا يمكن يافعين بهديك الفتره اللي كانوا فيها اطفال ممكن ترسخ عندهم الخوف او القلق من دائما انه هن يبادروا بشيء جديد وهن ضعاف كون احنا كنا نحمي
فالطفل ما بيفهم مفهوم الحماية مثل ما نحن بنفهمه بالعمر الصغير، هو بيفهم انه ما فيه يعمل شيء من دون اهله تماما، انه هو لصيق، اذا انفصل عنه ضاع خلاص، ما عاد يقدر يساوي شيء. اما الاهل اللي كانوا بهديك الفترة هن اليافعين وهلا يمكن جوزوا وصاروا وعملوا عيال، صارت الحماية عندهم هي المبالغة، يعني كأنه نحن عم ندور بنفس الحلقة. كثير بيجينا أهل الحماية جدا جدا مبالغة، بس ما بعرف ليش الحماية اللي صار خلص، بس آثاره النفسية لساتها موجودة باللاوعي الجمعي يمكن صار عنا كلياتنا، فصارت الحماية كثير زائدة. بيجي الولد فصله عن أهله كثير صعب، عنده خوف، عنده قلق كثير، ما بيستمتع، بتقول لك ما عم ينبسط بالشيء من كتر قلقه وخوفه، هو فاقد للاستمتاع بالتفاصيل المفروض فيها كل الأطفال تستمتع. بالختام أكيد بدنا نتشكرك ريم، وبدنا نتمنى لك التوفيق، وبدنا نقول لك مرة تانية كل عام وأنت بخير، ويمكن العيد فرصة لكل الأهالي يعبروا عن محبتهم لأولادهم، لأنه قلتي جملة خلال حديثة كتير مهمة بالمحبة، قديش بتعبري بتعطيهم محبة وحب فعليا تحصدي بأولادك اليوم. شكرا كثير لك. تماما، ينعاد عليكم. شكرا، شكرا لك ولوجودك معنا، ويعطيك العافية. شكرا، شكرا لكم. هلا.